اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا مساء الهنا، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين. تعالوا مع بعض نعمل صينيه كنافه، مش هقول عظمه، مش هقول عظمه خالص خالص. شوفوا الفيديو معايا للاخر. بصراحه صينيه الكنافه ما تتاكلش. اه والله زي ما بقول لك كده، طعمها ما كانش حلو خالص. عاملاها والله بصم بكل التكات والحركات، بس للامانه هي بصراحة ما تتاكلش. هقول لكم على عيوبها ومشوا معايا خطوة بخطوة واستحملوا في الفيديو اللي ملوش ريحة 30 لازمة ده. اول حاجة حطينا حوالي نص كوباية سكر، سكر ابيض. طبعا انا فرمة الكنافة دي مش فرمة، يعني هي كانت في الفريزر ففرقتها قوي كده ونعمتها. وبعدين حطيت عليها نص كوباية من السكر، وحطيت عليها حوالي نص كوباية من السمنة، وقعدت بقى ايه احط ادمج السمنة كده مع الكنافة، وكأن بقى هعمل صينيه كنافه ما حصلتش. يا رب ما عادش تتكرر تاني. المهم نمشي مع بعض كده ونشوف في الاخر. انا ما رضيتش احط لكم المقدمه بتاعتها عشان هي بصراحه شكلها حلو، بس طعمها ما عجبش حد. ولا عجب ولادي ولا عجب جوزي ولا عجبني انا شخصيا. يعني قبل ما اديها لهم قلت لهم يا جماعه الكنافه وحشه، فهو الفيديو ده اعتبروه الترفيه بس، لان بصراحه الكنافه ما تتاكلش. وان شاء الله نعوضكم فيديوهات تانية كتير. المهم بس انا عايزاكم تبصوا للجانب الحلو، مش يعني علشان الكنافه طلعت وحشه يبقى خلاص احلام مش بتعرف تعمل حلويات. لا طبعا، احنا شاهدين وعارفين احنا عملنا كنافه قبل كده وطلعت عظمه، وعملنا حاجات كتير جدا جدا وطلعت حلوه، صح ولا انا غلطانه؟ فمن حقكم عليا بقى ان انا اطلع لكم حاجه كده تغزي العين، فاهمين؟ فاهمين. وبعدين فرقتها كده لحد ما كله كده تمزج مع بعض وبقت تمام. لحد هنا تمام، ماشي يا احلام انت كده تمام. جبنا بقى ايه صينيه، الصينيه اللي انتوا شايفينها دي اجيبها صينيه اكبر؟ لا ازاي اجيب الصينيه الصغيره دي، اصلا كميه الكنافه تاخد صينيه اكبر من دي. بس انا خلاص انا حطيت فيها سمنه وقلت خلاص اجزمت ان هي الصينيه دي. المهم جبت سمنه كده زي ما انتم شايفين وحطيتها تحت في القعر كده، وبعد كده هقسم الكنافه بتاعتي. كميه الكنافه بتاعتي دي كانت عايزه صينيه اكبر من كده. هبدا احط النص كده تحت وهفردها كويس واكبسها كويس، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ما تستعجلوش ما تستعجلوش، محدش يخيل عليا. وحطك حط لايك، حط لايك، حط لايك كده وخلاص. يعني هو الفيديو ملوش روح 30 لازمه زي ما قلت لكم، بس حطوا لايك. او شايفين بعمل بضمير ازاي والدنيا تمام، او عماله ابطط وبطبطها واظبطها علشان تبقى معايا فله فله كده ما شاء الله عليا. الله اكبر، ايوه كده مظبوط. لا وبساوي، واخدين بالكم بساوي عند ضمير في الحاجه بطريقه ما تتخيلوهاش. فيعني وفي الاخر اخذلتني، كسفتني، كسفتني قدام جوزي وكسفتني قدام امه محمد. لو اقول لك على حاجه، انا عملت القشطه والله اللي هي القشطه الكذابه، هقول لك عملتها ازاي. وبعدين ايه المقطع نص الصور ونص ما الصورش، قلت لها يلا يا جيت عليه مش مهم مقطع القشطه الكذابه اللي هي المهلبيه اللي هنحشي بيها، يعني مش مهم. ده بقى ايه ده الشربات. هنشوف احنا الوقت هنكمل احنا بقيه القصه. ده الشربات، حطينا كوبايتين ميه، كوبايه سكر، عصره ليمونه، وبعد كده هنحط معلقتين نقطتين فانيليا في الاخر كده. حطينا الطبقه اللي احنا قلنا عليها دي، ماشي ما تروحش مني في اي حته. وبعدين جبت المهلبيه، عملتها ازاي؟ لبن ونشا، وحطيت بقى معلقه كريم شانتيه ومعلقه لبن بودره ونقطتين فانيليا كده، وبقت مية مية. طبعا المهلبية قليلة جدا، دي تاني مرة يعني تاني خطوة غلط، المهلبية قليلة. يبقى أول حاجة الصينية صغيرة، تاني حاجة المهلبية قليلة. هقول لكم تالت حاجة الوقت، اصبروا اصبروا شوفوا الفضايح. الفيديو ده للفضايح، شايفين الشكل؟ طب بالله عليكم شكلها مش حلو اهو. خايف خايف، بس ما كانش عندي الا شويه اللبن دول يعني، فعملتهم وطلعوا قليلين اهو. اكتفي بقى مثلا واحط طبقه من الكنافه، طبقه قليله كده من الكنافه علشان ما تبانش معايا تخينه قوي كده واوفر بقى، وهي ما كده كده شويه المهلبيه قليلين. لا ازاي، لازم اسحتفها ولازم اخد كل كميه الكنافه. طب والايه ما تحطها في الفريزر مش هيصيبها اي حاجه؟ لا ازاي،
بدأت أوزع كده على فوق على الوش. طبعا هي نفس الطريقة بتاعت الكنافة اللي أي حد يعملها، بس بقى بإيه، أنا بقى حطيت التكات والحركات اللي مش بتاعتي يا جماعة. التكات والحركات دي مش بتاعتي، بس دي إيدي، دي إيدي. عارفين 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 انتوا اللي بيقولك الإيد دي، الإيد دي اللي مضت على عقد الجواز تنشل، الإيد دي هي الإيد دي اللي عملت صينية الكنافة اللي ما تتاكلش دي. المهم، لا وانا ايه قدامكم قدام الكاميرا كده خلصت وسويتها وتمام، فكان فاضل كمان شويه كنافه اسيبهم. لا اسيبهم ازاي، تعالي كملي المبلطين بقى، استغفر الله العظيم يا رب، ولا كملي. المهم كملي الوحشه وحاشه يعني، وايه وساوي كده بقى. انا بقى كده ساوي والدنيا تمام، اقوم بقى بعد ما اخلص وقفلت معاكم بقى خلاص عشان احطها في الفرن، اقوم راحه مكمله تاني وحاطه الشوايه اللي لسه، ما اسيبهم ولا ارميهم. استخسرت اجيب كيس تلاجة، قلت اما احطهم بقى على وشها كده. الفرن بتاعي بسخن، هطلع صينيه كنافه عظمه ما اقولكوش. بدات اسوي كده واعمل، عملت الشربات طبعا في الاثناء. الشربات بتعمل لازم لازم يا جماعه. لا هي قاعده، هي قاعده ملكوش دعوه بصينيه الكنافه اللي باظت، ان الكنافه بالذات يعني البسبوسه لما نيجي نعملها لازم الاتنين يكونوا سخنين، الشربات سخن والكنافه والبسبوسه سخن. في الكنافه حاجه فيهم بتكون برد، لو الشربات سخن يبقى الكنافه بارده، لو الكنافه سخنه يبقى الشربات بارد. تمام. دخلناها الفرن بقى تتحمر من تحت وتاخد اللون الجميل ده، شايفين والله العظيم صينيه كنافه عظمه. تعالوا بقى الشربات، مش فاهمة ايه البخل اللي انا كنت بستخدمه في الفيديو ده، الشربات كان قليل جدا وكان ناقص سكر، يعني انا عايز افهم، انا عايز افهم ايه كمية البخل اللي انا كنت فيها في الفيديو ده. المهلبية قليلة، الكنافة الشربات قليل، الحاجة الوحيدة اللي انا تبذرت فيها هي الكنافة وعملتها لكم تخينة. تمام، شايفين الجمال اهو. لا وهلفها لكم، اعمل لكم الحركه بتاعتي دي يا جماله، شايفين الجمال، حكم ده ولا مش حكم؟ تعالوا بقى نقطعها كده وندوق. لو وصلت لحد هنا ولسه ما دوستوش لايك على الفيديو ده، دوسي لايك. هو الفيديو اللي شكلها حلو بس طعمها وحش. والله ما بهزر، بيقولوا طعمها وحش وانا ما اقتنعتش. انا بصراحه ما اقتنعتش بطعمها. استنوا بس هنطلع حتى قطعه الكنافه مش شويه تطلع. بس على فكرة انا كلت الحتة دي كلها، كلتها كاملة متكاملة. اهو شايفين الكنافة، شايفين حجمها قد ايه وتخنها، ان شاء الله ان شاء الله علي. ناقصة شربات، ناقصة مهلبية، الكنافة بتاعتها تخينة، ناقصة سكر. والله كل ده، كل ده عيوب في الكنافة. استنوا هشيلها ثانية واحدة، اصبروا علي. يا رب يا رب فيديو النهاردة ما يكونش عجبكم، ويا رب تسامحوني، وان شاء الله هنحسن الاختيار ونحسن الاداء ونغير الفكرة وهنعمل حاجة جديدة وجميلة هتغير فكركم خالص عني. واسفة على الفيديو، والى اللقاء في فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير. والفيديو للترفيه والاكتشاف العيوب، يلا إلى اللقاء وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.